نظفهم وحطهم بشي مكان. يلا اتحرك بسرعة. كان لازم انتبه انه في شي غريب. كيف صدقته وطلعت بسيارة الإسعاف؟ أي حدا كان ممكن يصدق. ما بيكفي اني تغابيت واجيت معه لسه جبتك وراي كمان. بإيدي زتيتك بالنار. هالحكي ماله لزوم. أنا بزت حالي بأقوى نار ولا بعيش من دونك لحظة واحدة. فكرة إذا بيصير عليك شيء أنا رح أقدر أعيش بدونك؟ كنت رح موت وراك. هلأ اسمعيني منيح. فكرت بطريقة مشان نهرب من هون. ومثل ما قلت لك أهم شيء إنك توثقي فيني، اتفقنا؟ على شو ناوي؟ رح نستناهن ونعمل حالنا مربطين، وبس لاقي الفرصة مناسبة أنا اللي رح أتصرف معهم. إيه وبلكي صار عليك شيء؟ لا خايفة إنهم يأذوك. ما رح يصير شيء. طمني ولا تخافي. رح نطلع بوعدك. الشي الوحيد اللي بدي اياه انك تركضي على السيارة فورا. ديري بالك، اصحك ينتبه على ايديكي. ألو، ماشي جاي فورا. ما قفل الباب. قومي بسرعة، لازم نطلع. استني شوي.